صومال ايه يا جميل اللي عاوزني اروحها؟ دي مأمورية سريعة كده، هتروح صد رد وترجع على طول. صد رد ايه يا جميل؟ انت ليه محسستني اني طالع السخنة؟ سخنة ايه وبردة ايه يا راجل؟ هتروح تغير جو؟ هروح اغير جو في الصومال؟ الصومال يا جميل؟ يا سلام الصومال، يا جوها ايه؟ رطب. انت ليه محسسني ان مفيش واحد غيري في ام الجورنال ده بيطلع مأموريات؟ صح، عايزين نخلص منك بقى. بتقول حاجة؟ بقول بص يا علي، انا مفيش حد في الجورنال ده بثق فيه غيرك انت. طب بقولك يا جميل، ما تعمل فيا معروف، ما تطلع انجي السفرية دي، اهي راحت الصومال قبل كده ورجعت خسة 50 كيلو، يمكن المرة دي تروح ما ترجعش. يا انجي سافرت الصومال؟ ايوة، لما كانت سمينة ورجعت نحيفة. انا فاكر لما انجي كانت سمينة شوية، قصدي شويتين، لا قصدي كانت سمينة كتير، بس مش فاكر حكاية انها سافرت الصومال دي. ازاي يا جميل؟ إذا كان أنت اللي اتصلت بيها وبلغتها حكاية المأمورية دي بنفسك. سلام. خسيت يا علي شوية صح؟ في أمل إن أنا أخس مش كده؟ هو الأمل موجود، بس احتمال أنا اللي ما بقاش موجود. هتشر عليك يا علي، ما تقولش كده. مين اللي بيكلمني دلوقتي؟ ده جميل. رد شوفي عايز إيه. أيوة يا أستاذ جميل، ازيك عامل ايه؟ كل سنة وانت طيب، عاش من شافك. ابقى تعالى يا استاذ جميل، ده انا عاملة حتة صينية رقاق. لا ده انا عاملة اصلي شوية سوتيه كده وستيك مشوي. بقى تعالى يا استاذ جميل. بقولك ايه، عندك مأمورية في الصومال بكرة، جهزي نفسك للسفر. بجد؟ طيب حاضر، هجهز نفسي. حاضر، من عناي، مع السلامة. في ايه؟ جميل كتب اسمي في مأمورية الصومال. الله أكبر. بقولك الصومال يا علي، ايه الله أكبر؟ هو مش حج. هتوحشني قوي، هتوحشني السفرية دي قوي يا علي. هات بوسة لما ترجع من الصومال عشان يبقى حافز. أيوة افتكرت فعلا ان انا اتصلت بيها وبلغتها بمأمورية الصومال دي. طيب الحمد لله انك افتكرت، بس هي ما سافرتش الصومال. نعم اخويا، ما سافرتش ايه؟ اصل انا بعد ما كلمتها هي جت وكلمتني، قالت لي نكذب عليك ونقول لك ان هي هتسافر مع الوفد اللي هيسافر من غير ما تسافر. يعني ايه؟ انجي كانت بتكذب عليا؟ ايوه. وانت كمان كنت بتكذب عليا؟ ايوه. وانا اللعبه اللي كنت بصدقكم كلكم؟ ايوه. طب لما هي ما سافرتش، امال انجي كانت فين؟ ايوه انا برضه كنت عايز اعرف هي كانت فين.